بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 33 من الكتاب 37، كتاب الأشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك. المواساة هو أن تنفق ما عندك تشارك به غيرك، بخلاف الصدقة. الصدقة تخرج ما عندك، لكن المواساة تستعمل ما عندك وتشرك فيه غيرك. ده الفرق الدقيق بين المواساة والصدقة. يبقى الصدقة بتخرج ما عندك، كويس، الفائض عندك، لكن المواساة تشارك غيرك فيما عندك، تجعله يشاركك فيه. يعني أنا عندي أكل، جايب أكل يكفيني، فلقيت واحد قاعد جعان، أقوم أخلي الأكل بتاعي أكله أنا وهو، دي اسمها مواساة. إنما لما أديله الأكل بتاعي وأنا جعان اسمها إيثار، آثرته على نفسي. كلها من الأعمال الصالحة، الإيثار مطلوب، والمواساة مطلوبة، والصدقة مطلوبة، والهبة مطلوبة، والهدية مطلوبة، وكل واحدة لها معنى. فهم؟ يبقى لما يكون الطعام قليل تواسي غيرك، يعني تجعل غيرك يشاركك في طعامك حتى ولو كان قليل، وتعلم أن طعام الواحد يكفي الاثنين بالبركة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 88 بعد 400 و5000، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وعنه به قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح بن عبادة حا قال: وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وفي رواية إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يذكر سمعته. وعنه به قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان حا قال: وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير، سفيان ده ابن عيينة، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. وعنه به قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال: أبو بكر وأبو كريب حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. وعنه به قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الرجل يكفي رجلين، وطعام رجلين يكفي أربعة، وطعام أربعة يكفي ثمانية. والرجل هنا المقصود به المكلف، الإنسان، سواء كان ذكر أو أنثى. باب المؤمن يأكل في معن واحد، يأكل في معن واحد، والكافر
يأكل في سبعة أمعاء. والمقصد هنا سبعة أمعاء يعني في أمعاء كثيرة، يعني ليس المقصود هو على عدد زي ما قال بعض المفسرين سبعة أمعاء، عادي يقول لك معدة واثنى عشر وأمعاء رقيقة ولفائفي وقولون صاعد وقولون، قاعد يعدوا سبعة، مش ما ينفعش كده. هذا التفسير يعني كأنه مش عرب، هو النبي بيقول سبعة أمعاء يعني إيه؟ يعني أمعاء كثيرة يعني نهم، وسبعة عند العرب يعني إيه؟ العدد الكبير، لا يراد به المقصد نفسه، تدل على النهامة. لماذا؟ لأن الكافر لا يذكر اسم الله، فإذا لم يذكر اسم الله أكل معه الشيطان فتنزع بركة الطعام فلا يشبع بسهولة فيأكل كثير. إنما المسلم والمؤمن يقول بسم الله فلا يأكل معه الشيطان، وأكل الشيطان أكل البركة، فيقوم المسلم لما يذكر اسم الله أقل طعام يكفيه ويشبع. فمش كل تفسير تقراه يعني تعتقد أنه صحيح، كلام النبي أعلى من تفسير المفسرين. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا أخبرنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. وعشان كده تلاقي بلاد الكفار كل شوية يعمل لك إزازة كوكاكولا قد كده، بعدين ميجا كولا، بعدين ميجا ييجا، ويعمل لك السندوتش عشر طبقات. ما فكرناش احنا في بلاد المسلمين نعمل سندوتش 10 طبقات، احنا استوردنا منهم، لكن احنا عندنا طبقه واحده بتكفينا نقول بسم الله بنشبع. انما تروح امريكا تفرج وحوش قاعده بتاكل مش بني ادمين، وحوش، ويعملوا مسابقات في الاكل مين اللي ياكل التورتايه دي في اقل وقت ممكن، وحط ايه ساعه ويعمل مسابقات في الاكل. ما نعرفهاش احنا المسابقات دي في بلادنا، احنا يعرفوها هناك في بلاد الكفار، من كتر عندهم النهامه جعلوها مسابقات وجعلوها حاجات غريبه الشكل. فاحنا الحمد لله عايشين في ان المسلمين ربنا قانعهم باقل طعام يكفيهم، ما تفكروش ان يعملوا كده. لما جم قلدهم المسلمين انتشر السمن فيما بينهم، وعشان كده تلاقي جراحات السمنه المفرطه انتشرت. ليه؟ لان مشيوا على النمط الغذائي بتاع الكفار. ما تمشيش على النمط الغذائي بتاع الكفر، لان انت مسلم هتاكل النمط الغذائي بتاع الكافر وانت بتقول بسم الله، هتلاقي نفسك كلت فوق طاقتك. فوق طاقتك يعني ايه؟ يعني بعد ما يبقى وزنك 60 70 كيلو تعرف تصلي قايم، هتلاقي نفسك وزنك بقى 120 130 كيلو، بقيت فيل ماشي مش قادر تقف تصلي ولا تركع ولا تسجد، واخد بالك؟ بقى فيل مسكين. لكن هناك افيال، انت ما تبقاش فيل، انت عايز تبقى خفيف تركع وتسجد وتصلي من قيام وتتحرك وتروح تحج وتطوف وتسعى، عبادتك كده دينك عايزك تبقى خفيف نشيط. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسب المؤمن له قيمات يقيمنا بها صلب، علشان لو ساب نفسه في الاكل بطريقه الكفار مش هيستطيع يقوم بايه؟ باعباء دينه ولا بتكاليف دينه. فعلينا الا نتابع الكفار في النمط الغذائي، وعلينا ان يكون لنا نمط غذائي مختلف، نمط الغذائي للمسلم غير النمط الغذائي بتاع الكافر. الكافر له عذر، ما بيقولش بسم الله والشيطان بياكل معاه. احنا مالناش عذر، احنا بنقول بسم الله والشيطان ما بياكلش معانا. فازاي اقلد اللي الشيطان بياكل معاه؟ فهمت بقى؟ فما ينفعش كده. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه وابن نمير قال حدثنا عبيد الله حا قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع نافعا قال رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه قال فجعل ياكل اكلا كثيرا. بس سيدنا عبد الله بن عمر مش ملاحق عليه، يديله خلص يروح يديله تاني يخلص، يديله تالت، ايه ده؟ هيشبع امتى ده؟
قال فقال لا يدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. ما تدخلوش الجدع النهم ده عندي. وعن أبي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر ابن عمر. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، يعني جعل النبي ضيف كافر، فأمر له رسول صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت. يبقى النبي يستضيف الكافر ويكرمه ويطعمه، هذا يدل على جواز استضافة غير المسلم وإطعامه. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابه ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. ثاني يوم بقى أسلم. فأمر له رسول صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، شبع. لما أسلم بقى قلبه بسم الله، فلا نفسه شبع له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. باب لا يعيب الطعام، يعني لا يصح أن تعيب الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنته إذا عرض عليه طعام إن اشتهى أكله وإن لم يشتهيه تركه ولا يعيبه صلى الله عليه وسلم. هو في الضب ما عبوش على فكرة، لم يعب الضب، ما قالش ده طعم وحش ولا ده عامل مش عارف إيه، ما قالش كده. قال إني لا أجده عند قومي فأعافه، بس يعني نفسي لا تشتهيه. فهو ما عابش الطعام، لحسن يفتكر إنه عاب في الضب، ما عابش في الضب. ده سيدنا خالد كاله قدامه، خالد بن الوليد، فاهم؟ لكن هو ما رضاش ياكل ولم يعيبه. سئل حلال ان هو قال هو حلال. طب لما لا تاكله يا رسول الله؟ قال لا اجدوه عند قومي فاعافه، حاجه ما اكلتهاش قبل كده مش عايز اجربها، بس وخلاص. لم يعيب طعاما قط صلى الله عليه وسلم. مولانا كيف لو اساء طبق الطعام عن يعيب الصنعه، يعيب الصنعه مش يعيب الطعام، يعيب الصنعة. يقول للطباخ قلل الملح قليلا المرة اللي جاي وياكل، هو أمره لله ياكل ده بقى، لكن يقول له بعد كده قلل الملح شوية أو كتر الملح شوية أو كده، مفيش مانع، واخد بالك؟ وإن كان الأكمل تاكل وأنت ساكت، واخد بالك؟ الأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى بالموجود ولا يطلب المفقود. وبعد ما تخلص اكل تقول لهم ما تخلوش الجدع ده يطبخ تاني، بس وخلاص. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال زهير حدثنا، وقال الاخران اخبرنا جرير عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان اذا اشتهى شيئا اكله وإن كرهه تركه. وعن أبي قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان الأعمش بهذا الإسناد مثله، اللي هو سليمان بن مهران، كان اسمه مشهور بالأعمش، اسمه سليمان بن مهران. وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو وعمر بن سعد أبو داود الحفري
كلهم عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن المثنى وعمر الناقد واللفظ لأبي كريب قالوا أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت. وعن أبي قال وحدثناه أبو كريب ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ونقف على كتاب اللباس والزينة إن شاء الله عندما أعود من سفري، هنلتقي فجر يوم السبت، فجر يوم السبت يعني من الغد ولمدة 4 أيام سوف أكون في الجزائر. تدعوا لي كده ربنا يوفقنا في هذه السفرة وأنا أدعو لكم هناك إن شاء الله. وسوف أعود يوم الجمعة مساء نحضر معكم صلاة التراويح، وهيكون أول ليلة في الاعتكاف، وبعدين درس صحيح مسلم نعوده من فجر السبت إن شاء الله القادم. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.